الجزء التاسع، أهلا بكم. بداية، تلقى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل أسطورة كرة القدم الجزائرية المجاهد رشيد مخلوفي، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني ومدرب المنتخب الوطني والرئيس الأسبق للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الجمهورية إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثورية وأسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان. إن لله وإن إليه راجعون. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطا في أشغالية الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية الروسية المزمع عقدها اليوم وغدا بمدينة سوتشي الروسية. ويندرج تنظيم هذا الاجتماع الوزاري في إطار متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تمخضت عن القمتين الأولى والثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية الروسية، حيث ينتظر أن تتمحور الأشغال حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة الروسية الإفريقية في عدد من المجالات ذات الطابع الأولوي بالنسبة للطرفين. هذا وأجرى عطاف أمس محادثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وقد سمح اللقاء باستعراض واقع وآفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى روسيا شهر جوان 2023، وما أفضت إليه محادثاته مع رئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والساحل الصحراوي. أشرف أمس وزير الصحة عبد الحق سايحي على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول أمراض الرئة الذي نظمته الجمعية الجزائرية لأمراض الرئة، حيث تم الكشف عن آخر طرق العلاج التي توصل إليها هذا الاختصاص. كما أكد الأطباء المختصين على أهمية الوقاية من هذا المرض الذي انتشر بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. هذا وحضر أشغال الافتتاح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي وعدد من المختصين من دول أجنبية. لاحظت أن من بين المسائل المطروحة أيضا الأمراض النادرة في مجال الأمراض التنفسية والصدرية، وفعلا هناك تحدي يواجه قطاع الصحة هو الأمراض النادرة في هذا الفرع وفي فروع أخرى، ولماذا لا تنشأ أيضا مجالات للتكفل بهذا الجانب. من الناحية المادية المالية هناك أكثر من 46% من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات في الجزء المتأخر بالعلاجات مخصص للأمراض النادرة. إلى الحدث الثقافي، حيث تتواصل بقصر المعارض بالصنوبر البحري فعاليات الصالون الدولي للكتاب الذي يشهد مشاركة أزيد من 1000 دار نشر وإقبالا لافتا من قبل الزوار العاشقين للمطالعة. تشارك المدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال في الصالون الدولي للكتاب سيلة 2024 في طبعته 27 بعرض مجلة مصداقية، وهي مجلة دورية علمية محكمة تصدر عن المدرسة بمجموع عددين سنويا، تهدف إلى نشر البحوث الإعلامية والاتصالية وكذا الدراسات الأمنية التاريخية وكذا الاجتماعية. المشاركة هنا متفردة جدا منذ اليوم الأول ومنذ الساعة الأولى. حقيقة أنا كمشارك في الجناح في جناح سلطنة عمان أبهرني الجمهور الهائل من القراء والجمهور الجزائري المقبل على المعرض مقارنة بمعارض عربية أخرى. جينا اليوم مع العائلة في نهاية الأسبوع باش نزوروا معرض الكتاب اللي كان بزاف انتيريسون الحقيقة للكبار وللصغار.
والقراءة للانتصار من ظلمات الجهل ومن بطش الاستبداد، شعار مستوحى من مقاومة الشعب الصحراوي تجسد في الكتب والإصدارات الحاضرة في صالون الجزائر الدولي للكتاب، حيث شهد جناح الصحراء الغربية إقبالا لافتا للمتضامنين مع آخر المستعمرات في القارة الإفريقية. الزائر في هذا الصالون أمام طبعا عرض تاريخي يمتد لعشرات السنين لنضال ومقاومة ومعاناة وكفاح الشعب الصحراوي. سردية القضية الصحراوية وفق تحديثات أو ما يقع عليه اليوم العالم من تطورات، من سياسة ازدواجية معايير، من صراعات، من تجاذبات ومن تحولات، كيف للقضية الصحراوية أن تجد لنفسها طريقا وسط كل هذا التحول، من أن تكون طبعا كتبها كما وثائقها كما معارفها ومداركها، وعلى ذلك المسؤولية على نخبها أيضا من أجل إيصال صوت القضية الصحراوية. طلعنا على عديد إصدارات والتأليفات التي هي بالطبع من كتابات كتاب صحراويين. هذه الكتابات التي تحمل بداخلها رسائل الشعب الصحراوي، هذه الكتابات أيضا التي تحمل القضية الصحراوية بكافة جوانبها، سواء السياسية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الإنسانية. دوليا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتواصل العدوان الصهيوني على مناطق متفرقة من قطاع غزة، والذي يدخل يومه 400، أين لا تزال آلة الموت الصهيونية تستهدف المدنيين الأبرياء، حيث استشهد 14 فلسطينيا وأصيب آخرون بين الليلة الماضية وفجر اليوم في قصف لقوات الاحتلال لمدرسة فهد الصباح التي تؤوي النازحين في شارع يافا بمدينة غزة، وخيم النازحين في خان يونس ومنازل المواطنين بمدينة رفح. كما نسف مباني سكنية بمخيم جباليا وواصل استهدافه للمحاصرين في شمال القطاع، فيما ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 39 شهيدا على الأقل وأكثر من 120 جريحا. يحدث هذا في وقت تشهد فيه عدة بلدات ومدن وقرى بالضفة الغربية لسلسلة اعتداءات واقتحامات أسفرت عن إصابات لعدد من المواطنين الذين تعرضوا للضرب من قبل قوات الاحتلال بمدينتي طولكرم والخليل. في لبنان، يواصل الاحتلال الصهيوني غاراته على مناطق عدة، حيث شن طيرانه غارات متتالية على ضاحية بيروت الجنوبية، مما أسفر عن وقوع ضحايا مدنيين في جنوب وشرق البلاد وخلف دمارا كبيرا، كما استشهد 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون في قصف صهيوني استهدف مدينة صور جنوبي لبنان. هذا وتواصل فرق الدفاع المدني رفع الأنقاض عن المباني المستهدفة بحثا عن ناجين محتملين، فيما شن طيران الاحتلال غارات أخرى على بلدات بن جبيل جنوب البلاد أسفرت عن إصابات وأضرار مادية، في حين تعرضت عدة بلدات لقصف مدفعي صهيوني أسفر عن أضرار جسيمة في المنازل والمحلات التجارية بالمنطقة. هذا وقد وسع الكيان الصهيوني نطاق استهدافاته إلى العاصمة بيروت، ما أجبر أكثر من 1,000,000 شخص على النزوح من منازلهم، موازاة مع سقوط آلاف الشهداء والجرحى. في الرياضة، تتواصل اليوم الجولة 8 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 4 مباريات، وتتصدر هذه الجولة لقاء القمة الذي يجمع بين شبيبة القبائل واتحاد الجزائر بملعب المجاهد الراحل حسين أيت حمد بتيزي وزو، فيما شبيبة الثورة تستقبل نجم مقرى، أما مولودية الجزائر تستضيف اتحاد بسكرة، في حين ترجي مستغانم وجها لوجه أمام شباب بالوزارة. ولنفس الجولة، لعبت أمس 3 مقابلات، حيث عاد النادي الرياضي القسنطيني إلى تصدر جدول الترتيب العام من جديد بعد فوزه على ضيفه أولمبيك أقبو بهدفين مقابل هدف واحد، في حين نادي أتلتيك بارادو حقق انتصارا كبيرا على حساب اتحاد خنشلة برباعية نظيفة، وانتزع فريق جمعية أولمبي شلف فوزه الأول في بطولة هذا الموسم إثر تغلب
به على مولودية البيض بثنائية دون رد. يشلف مع فرحي يلعب من هناك ناحية إفرا 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 والهدف الثاني. بالرياضة نكون قد وصلنا إلى ختام موجزية التاسعة، شكرا لكم مشاهدينا على كرم الإصغاء والمتابعة. أما الآن أعود بكم إلى برنامج هذا الصباح لاستكمال باقي فقرات ومواضيع البرنامج مع الزميل عبد الجليل. تفضل عبد الجليل.